انا افهم قوي ان ممكن عادي الزمالك يخسر او اي فرقه في الدنيا تخسر، مفيش اي مشكله خالص، لكن لما اجي اخسر حتى لو انا في اصعب الظروف، حتى لو مفيش استقرار، حتى لو في مشاكل، حتى لو في ايه العبر، اخسر من فرقه مش موجوده على الخريطه اصلا، فدي تبقى كارثه، دي تبقى كارثه، لان ده في حد ذاته نوع من انواع عدم تحمل المسؤوليه عند لاعبي نادي الزمالك انفسه. كلنا متابعين الاحداث داخل نادي الزمالك، كلنا عارفين الظروف، وكان ممكن جدا نادي الزمالك يلعب اي فرقه تانية ويخسر الا الفرقه دي. اما تكون دي فرقه السنه اللي قبل اللي فاتت خسرانه من المقاولين العرب مجموع الماتشين 11-1، انا بقول لك ده رقم، ده مش لعبه كره يد، خسرانه من سيمبا التنزاني 14، هي فرقه ارتا سولار اللي احنا شفناها النهارده بتكسب نادي الزمالك 2-0. ده نفسره بايه؟ عدم تحمل مسؤوليه واضح جدا من عند لاعبي نادي الزمالك. هتقولي اصل الاداره ومش الاداره، لا الموضوع مش اداره على فكره، اللعيبه كلها الموجوده في الملعب باستثناء الاجانب واخدين مستحقات.